صباح الخير أصدقائنا الأعزاء. للأسف الشديد بدأ هذا الصباح بانفجارات وضربات صاروخية عنيفة، لذلك ليس مزاجنا جيدا. ليندا خافت من أصوات الانفجارات والآن راجعت الحمد لله. أمي ستطعمها الآن. أصدقائي خرجنا وهنا قط مسكين جائعة، أمي تطعمها. Так, 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 я вам дам. Иди, иди сюда, иди. Ой, да упыр же кричит. كل يوم تطعم أمي الحيوانات المسكينة، الحيوانات المشردة. أصدقائي أوي. ليندتك انت تشوفو تاكا مالينكا زلاكنا بيدنانكا. يهتز جسم ليندا بعد القلق والخوف. خوف كوزما أبي دائما ما كوزما يرافقه. أصدقائي انظروا إلى هذه الكرة من الثلج. يا سلام، هذه الكرة من الثلج. الكرة كبيرة جدا تحت الثلج. توجد أعشاب خضراء. بعض المباني، بعض المحلات تستخدم مولدات كهرباء. لا توجد عندنا كهرباء الآن. في هذا البيت أمامنا يعيش أخي مع أسرته. نذهب إلى مكتب البريد. الطرقات زالقة جدا. هنا مكتب البريد مع مولد الكهرباء. أصدقائي هنا مأوى للحيوانات. أصدقائي هنا مأوى للحيوانات. أوه. هنا بيت للقط والطعام. ما شاء الله ما شاء الله، البيت جميل. ومكتوب هنا الكلب صديق، هو صديق الإنسان. أنت مواطن أوكرانيا. ما شاء الله مواطن أوكرانيا. جميل. يش يش يش. أخذنا طردا. هنا يعيش أخي. هذه شرفته ونافذته. هكذا وضعوا الرمل على الثلج لكي لا تكون الأرضية زالقة. اشترت أمي بعض الطعام لذلك الكلب المسكين. خذي دايما، خذي ليندا، فشلي يا تبي دايما.
صنوع ضبع بالسوجو لكلب صغير مسكين. Vasco, Vasco, Jamil.
الكلب الكبير اشتراه أبي، انظروا إلى هذا الخبز، كم هو كبير، خبز محلي هكذا يسمى. Моя куколька така, це буде ревнувати зараз тебе. Витербився туди, одвернувся. Ні, ну це що твориш, а? Батько, ой, Кузя, бідненький. Не роби ж йому такого. Кузя, ой, бідуся маленька. Асикаї аъза баъда лінфіджарат. الانفجارات العنيفة بعد إطلاق روسيا الفاشية 76 صاروخا على أوكرانيا، نجلس بدون كهرباء وبدون ماء بدون تدفئة. أمي تحضر تشبوريك بالجبن. ألف شكر لها. لنتدفأ قليلا يجب أن نشرب الشاي لأن الطقس بارد. عندنا ثلج، عندنا صقيعة. والله استيقظنا اليوم على أصوات الانفجارات. هذه كارثة. كل يوم نتلقى صدمة نفسية والأمر مخيف والأمر مكروه. الآن الساعة 6:10 فقط. أمي تستاء طبعا، ولكننا نصلي الله ونتمنى أن تنتهي الحرب في أقرب وقت بانتصار أوكرانيا، بانتصارنا. الله في عوننا. هكذا عندنا ظروف حقلية. لا يمكن أن نغسل الأواني، لا يمكن أي شيء، لا يمكن استخدام المرحاض. أمي متوترة. وأنا أيضا. شبوراك لذيذة جدا، قد أكلتها. نحن تعبانون
تعبنا من الحرب التي لا نستحقها. نجلس وكأننا في القفص. الصواريخ تطير فوق رؤوسنا، ولكن الشعب الأوكراني صامد. لن يكسرونا، لن يهزمونا. الشعب الأوكراني أقوى مما يعتقد جارنا المعتاد. ما شاء الله، هذا جميل جدا، والعجين لذيذ.